और समझने के लिए बड़े अच्छे अंदाज में आप तकरीर फरमाते हैं, उर्दू जबान में भी, अरबी जबान में भी। अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी जबान में वो सलासत दी है और वो जादू रखा है कि जिनसे थोड़ी देर गुफ्तगू फरमा लेते हैं उनके दिल में जगह बना लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हजरत के इकबाल में बुलंदी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ यार अरबी तकरीर, आमीन। अगरचे तमाम को ये तकरीर समझ में ना आई ना आए, लेकिन इनके अंदाज से और अंदाज तकल्लुम से आप बिल्कुल मसहूर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। स्क्रीन पर मोहम्मद मुफ्ती उल्फत हुसैन अशरफी, उस्ताद मखदूम अशरफ मिशन। जी हजरत, शुक्रन, जजाक अल्लाह। الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وانشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية وفاز برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على سبات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وآله وصحبه دائما أبدا يا أيها المستمعون المتفرجون المشاهدون والطلاب والمعلمون وخاصة خلف أشرف الأولياء تاج الأولياء حضرة العلام الحاج الدكتور السيد محمد جلال الدين أشرف الأشرفي الجيلاني والولد العز الحفي الأكبر لتاج الأولياء حضرة العلام السيد محمد أوحد الدين معاذ أشرف الأشرفي الجيلاني أدام الله علينا ظلالكما بالصحة والسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نرحب ترحيبا حارا بجميع المتفرجين والمشاهدين الذين شهدوا يوم العرس لأشرف الأولياء أبي الفتح حضرة العلام الأفاضل قدوة الرجال الأماثل الهاج الشاه السيد محمد مجتبى أشرف الأشرفي الجيلاني قدس سره النوراني المؤسس لمخدوم أشرف ميشن الواقع ببندوة المقدسة في مديرية مالدا من ولاية البنجال الغربي كان أشرف الأولياء رحمه الله تعالى مجسدا للزهد والتقوى ومتلاقيا بالشريعة والطريقة لكن الناس اليوم لا يعترفون بولاية أحد إلا الذي صدرت منه المعجزات أي الكرامات وعلم أن المعيار الحقيقي للولاية هو الاستقامة على الصلاة استقامة على الدين والمصابرة والالتزام بالشريعة والخوارق العادية ليست مستوية للولاية لكن ظهورها من المؤمن التقي علامة على الولاية البتة فاعلم أن أحباب الله رب العزة هم مظهرون لطبيعة الله وقدرته يكشف الله تعالى صفاته الراعية لوسيلة عباده المختارين وهذا ما يسمى بالكرامة وفي هذا الصدد عندما ندرس الحياة الطيبة لأشرف الأولياء
رحمه الله تعالى يتضح لنا مثل الشمس البازغة أن حياته كانت مليئة بالتقوى واتباع الشرعية، ومع أن الله تعالى لقد كرمه بالمعجزات أي الكرامات الباهرة التي لا تعد ولا تحصى. لقد صدر ما من أشرف الأولياء رحمه الله إلى عدد لا يحصى من الكرامات والاكتشافات والتصرفات التي تحتاج إلى مكاتب لشرحها بالتفصيل، وهذه الحفلة لا يتحمل. لكن هنا أقدم شيئا من كراماته الباهرة التي دالة وعلامة واضحة على ولايته الكاملة. فكان أشرف الأولياء رحمه الله تعالى ذات يوم يسافر في القطار، ففي خلال الرحلة التقى بساحر مسلم وفي يده كتاب سحري، لذلك كان يتحدث باللهجة مغرورة متكبرة. سقطت عيناه على الكتاب السحري، فأدرك أشرف الأولياء رحمه الله تعالى بالقوة الباطنة أن هذا الكتاب يمكنه على الكلام الزهوي، وكبرياؤه مخفي فيه، وهذا الكتاب بزاعته. فطلب منه الكتاب، وبعد ذكر التسمية ألقى عليه نظرة سرية من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، ثم أغلق وعاد. وعندما فتح الصاهر الكتاب كانت جميع حروف الكتاب مفقودة، فتحير الصاهر بالكيفية العجيبة أن كيفما اختفت الحروف كلها في النهاية، ومن هو هذا الشيخ؟ إنه لقد زيع ما عندي من البضاعة، ماذا يكون الآن لعملي؟ فكان الصاحر مغروقا ومتفكرا فيه، إذ قال أشرف الأولياء رحمه الله تعالى مخاطبا له: ماذا حدث وما ألقوك في الحيرة؟ جال يقول الصاحر: يا أيها الشيخ، لا تفعل ميا ذلك لوجه الله، وإلا أطفالي سيموتون جوعا. فقال أشرف الأولياء رحمه الله تعالى: طم من هذه الآمال الشنية. فطاب الصاحر، ثم أخذ الكتاب بيده المقدسة وألقى عليه نصرة وعاده. عندما فتح الصاحر الكتاب مرة أخرى تحير عجبا، لأن آيات القرآن مكتوبة على كل صفحة. فقال أشرف الأولياء رحمه الله تعالى: انظر إلى الصور والآيات من القرآن، إذا احتجت إلى عمل فرج إلى القرآن للسحور والتلسمات، لأن في القرآن حلا لجميع الأمثال موجود يسهل الله تعالى كل صاب به. ثم دعا له فأصبح من المعجبين والمحبين. وفي الختام أدعو الله تعالى أن يحفظنا لوسيلة أشرف الأولياء رحمه الله تعالى من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، لا سيما تاج الأولياء أعطاه عمرا طويلا بالصحة والسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی مفتی عبد الودود صاحب قبلہ، اب آپ سے گزارش، جی حضرت، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام پر، کچھ اپنے تاثرات گرامی پیش فرما دیں۔